جثة فرعون آية من آيات الله سبحانه وتعالى، حيث حفظها الله عز وجل حتى يراها الإنس والجن والعالمين، وهذه معجزة باقية للناس إلى يوم القيامة. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. طلبت فرنسا من مصر في نهاية الثمانينيات استضافة مومياء الفرعون لإجراء اختبارات وفحوصات أثرية عليه ومن ثم ترميمه، فتم نقل جثمان أشهر طاغوت عرفته الأرض. وعند الطائرة اصطف الرئيس الفرنسي منحنيا هو ووزراؤه وكبار المسؤولين الفرنسيين ليستقبلوا الفرعون، وعندما انتهت مراسم الاستقبال الملكي لفرعون على أرض فرنسا حملت مومياء الطاغوت بموكب لا يقل حفاوة عن استقباله، وتم نقله إلى جناح خاص في مركز الآثار الفرنسي ليبدأ بعدها أكبر علماء الآثار في فرنسا وأطباء الجراحة والتشريح دراسة تلك المومياء واكتشاف أسرارها، وكانوا تحت قيادة البروفيسور موريس بوكاي. وعند دراسة مومياء فرعون كان كل العلماء يسعون إلى ترميم الجثة، بينما كان اهتمام موريس بوكاي منصبا على اكتشاف كيف مات هذا الملك الفرعوني. وأثناء فحصه الدقيق للمومياء، لأنه كان يراها غريبة جدا غير مشابهة لأي جثث الفراعين التي قام بتحنيطها قبل ذلك، فوضعية الموت عنده غريبة جدا. وقد فوجئ المكتشفون عندما قاموا بفك أربطة التحنيط بأن يده اليسرى قفزت باتجاه الأمام، أي أن من قاموا بتحنيطه أجبروا يديه على الانضمام لصدره كباقي الفراعين الذين ماتوا من قبل، ولم يهدأ للعالم موريس بال حتى قام بكل الدراسات حتى توصل إلى النتائج، وهي أن بقايا الملح العالق في جسد الفرعون بالإضافة إلى صورة عظامه المكسورة من دون أي تمزق في الجلد، وهذا ظهر بواسطة أشعة إكس، كان ذلك أكبر دلائل على أن الفرعون مات غريقا، وأنه قد تكسرت عظامه دون اللحم بسبب قوة اندفاع الماء. والغريب أنهم استطاعوا تفسير الوضعية الغريبة ليده اليسرى، وذلك أنه كان يمسك لجام فرسه أو السيف بيده اليمنى ودرعه باليد اليسرى، وأنه في وقت الغرق ونتيجة لشدة المفاجأة وبلوغ حالاته العصبية ذروتها ساعة الموت ودفعه الماء بدرعه أدى إلى تشنجات في يده أدت إلى هذا الوضع الذي لم يتمكن المحنطون إلى وضع يده على صدره كباقي الفراعين، مما أدى إلى وضعها إجبارا، فقد تشنجت يده اليسرى وتيبست على هذا الوضع. ولكن الأمر الغريب الذي جعل موريس بوكاي في حيرة من أمره: لماذا جثة فرعون أكثر سلامة من غيرها رغم أنها استخرجت من البحر؟ وعند ذلك ازداد موريس سعادة وقرر إعداد تقرير يوصل إلى العالم به نجاحه واكتشافه لقصة موت فرعون التي لم يكتشفها غيره بالعالم، وهي أنه مات غرقا. وعندها جاءه أحدهم قائلا له شيئا أذهله: لا تتعجل يا موريس، فإن المسلمين يعرفون أن فرعون قد مات غرقا بالبحر، فإن قرآنهم الكريم أوضح لهم ذلك منذ قرون عديدة. فتعجب البروفيسور من هذا الكلام واستنكر بشدة هذا الخبر، واستغربه وصرخ في وجهه متعجبا قائلا: هذا الاكتشاف لا يتم إلا بواسطة تطور العلم الحديث من خلال أجهزة حاسوبية ذات دقة بالغة، بالإضافة إلى أن جثة الفرعون تم اكتشافها في عام 1898، والبشرية بأكملها لم تعلم شيئا عن قيام قدماء المصريين بتحنيط جثث الفراعنة إلا منذ عقود قليلة، فكيف القرآن أبلغهم بذلك منذ قرون؟ فازداد البروفيسور ذهولا وأخذ يتساءل: كيف يستقيم في العقل هذا الكلام؟ فجميع الكتب المقدسة الأخرى تتحدث فقط عن غرق فرعون أثناء مطاردته لسيدنا موسى عليه السلام من دون ذكر مصير جثمانه. جلس موريس بوكاي ليلته محدقا بجثمان فرعون، وهو يسترجع في ذهنه ما قاله له صاحبه
من أن قرآن المسلمين يتحدث عن نجاة هذه الجثة بعد الغرق، بينما كتابهم المقدس يتحدث فقط عن غرق فرعون أثناء مطاردته لسيدنا موسى عليه السلام دون أن يتعرض لمصير جثمانه. وأخذ يقول في نفسه: هل يعقل أن يكون هذا المحنط أمامي هو فرعون الذي كان يطارد موسى بالفعل؟ وهل يعقل أن يعرف محمدهم هذه الحقيقة قبل أكثر من 1000 عام؟ لم يستطع موريس أن ينام ليلتها، وطلب أن يأتوا له بالتوراة، فأخذ يقرأ في التوراة قوله: فرجع الماء وغطى مركبات وفرسان جميع جيش فرعون الذي دخل وراءهم في البحر، ولم يبق منهم ولا أحد. وبقي موريس بوكاي حائرا. وبعد أن تمت معالجة جثمان فرعون وترميمه، أعادت فرنسا لمصر المومياء. ولكن موريس بوكاي لم يهنأ له قرار، ولم يهدأ له بال منذ أن هزه الخبر الذي يتناقله المسلمون عن سلامة هذه الجثة. فحزم موريس بوكاي أمتعته وقرر السفر إلى بلاد المسلمين لمقابلة عدد من علماء التشريح المسلمين. وكان أول سؤال سأله هناك: ماذا اكتشفوا من نجاة جثة فرعون بعد الغرق؟ فأحضر أحد العلماء له المصحف وقرأ له قول الله تعالى: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. كان وقع الآية عليه شديدا، ورجت له نفسه رجة جعلته يقف إلى الأمام ويصرخ بأعلى صوته: لقد دخلت الإسلام وآمنت بهذا القرآن. وعاد موريس بوكاي إلى بلده مسلما، وبعدها ظل 10 سنوات يعمل بدراسة القرآن الكريم وتطابقه مع الحقائق العلمية الحديثة. بل واجتهد موريس في البحث عن تناقض علمي واحد مما يتحدث به القرآن الكريم، فلم يجد. فخرج بعدها بنتيجة قول الله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. بل خرج موريس بوكاي بتأليف كتاب عن القرآن الكريم هز الدول الغربية كافة، ورج علماءها رجا. لقد كان عنوان الكتاب: القرآن والتوراة والإنجيل والعلم. فسبحان من تؤلف له القلوب، سبحان الله الحكيم العليم الخبير، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، سبحان الله العظيم.